تعرفون حفظكم الله أن بعض الناس ينتظر هذا الشهر بفارغ الصبر، يعد الليالي والأيام ينتظر فيها شهر رمضان. لما؟ موسم موسم موسم. وأصحاب المحلات يعطون في هذا الشهر ما لا يعطون في غيره. قل له رب السماوات يعطي في هذا الشهر ما لا يعطي في غيره. يا سبحان الله، والله إنها لكبيرة، شيء عظيم. ينبغي الإنسان أن يوازن وأن ينظر في هذه الأمور، والعاقل يقدم يا إخوة. العاقل إذا عرض عليه أمر دنيوي أمر أخروي ينظر أيها يقدم. نحن مساكين يا إخوة، نحن مساكين. الآن لو قيل لك ما رأيك نعطيك الآن 5000 وإلا بعد سنة نعطيك 100000؟ هات 5000 أنتظر سنة حتى أخذ 100000، ما أريد. فلهذا كثير من الناس عجلوا أجرهم في الدنيا واستعجلوا الطيبات في الدنيا، وما علموا بأن ما أخره الله عز وجل لهم هو خير.